شكرا. أبيات سيد المدير العام للأمن الوطني. عاشت الجزائر حرة أبية كوبا. تضم هذه الدفعة المتخرجة في تعدادها 920 متخرجا تلقوا طيلة مدة سنة كاملة تكوينا قانونيا مهنيا وتحضيرات رياضية وبدنية، ثم استفادوا من تربصات ميدانية عبر مختلف المصالح العملياتية بأمن الولايات تطبيقا لمقاربة الانغماس ومحاكاة وضعيات وأداءات مهنية حقيقية، تحضيرا لهم وتأهيلهم لمسايرة الواقع المهني ومستلزماته المختلفة.